وده بقى يا سيدي أذكى طفل في العالم قدر يحل 3 من مكعب روبيك اللي الناس كلها مش عارفة تحل واحد بس منه في ثواني معدودة. لا وإيه وهو بيلعب كده بالشكل اللي انت شايفه ده، عنده سرعة بديهة غير عادية، وكمان دخل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب السرعة اللي قدر يحل بيها 3 مكعبات وهو بينططهم أو هو بيلعب بس. وقول لي بقى في الكومنتات، بتعرف تحل المكعب ده أصلا ولا زي حالاتي كده بتحل وش واحد بالعافية؟